السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع إيمان فتيان. الفيديو النهاردة هيكون إن شاء الله ظريف ولطيف كده. هنعمل فواصل للكتب بتاعت أولادنا أو بتاعتنا. فواصل الكتاب لما بتقفي عند صفحة كتاب مثلا فبتحطيها بشكلها جميل قوي، وعلى فكرة هدية حلوة قوي قوي. أنا عملتهم على شكل المارد وشوشني، شفت الصورة حبيت إن أنا انفذ زيهم، بس حطيت التاتش بتاعي زي ما انتوا عارفين في الصورة الاصلية تبع الفكرة نفسها. العين بتاعتنا مش بالطريقة دي، مش مجسمة كده، بتبقى مسطحة وتخيطيها في الشغل، اما انا حبيت ان انا اعملها مجسمة تغيير يعني. وشكلهم حلو قوي قوي قوي، وبيخلصوا معاكم على طول بسرعة جدا. يلا مع بعض ان شاء الله نتابع الفيديو وطريقة العمل. بس قبل اي حاجة ما تنسوش تحطوا لايك من بداية الفيديو كده اهو، واشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين، وتفعيل الجرس، وزائد كومنت تحت كده لطيف ظريف قولولي حبيتوا الشكل ولا لأ، ونوعية الفيديوهات اللي زي كده ايه رأيكم فيها. يلا مع بعض نبدأ مارد وشوشني. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنستخدمها في الفواصل بتاعتي اللي انا هعملها لكم النهاردة على شكل مارد وشوشني. هحتاج ابرة مقاس 1.5، واضحة ولا لا؟ اهي ابرة مقاس 1.5، وهستخدم خيط اليس ديفا، وهستخدم خيط اليز ديفا. طبعا البديل ليه برضو في يارن ارت، انا كنت بستخدمه في الاول خالص، جبت منه البكرة البيضة دي. اللونين دول هنستخدمهم في العين بتاعتي. الالوان الاساسية اللي هنستخدمها في الجسم انا هعملها طبعا زي ما انتم شايفين هعملها بلونين، فهاخد اللون الاخضر لمارد وهبدأ اجيب الخيط بتاعي كده اهو. معلش طلعت شوية منه كتار بس مش مشكلة. هبدأ اشتغل، هعمل دايرة سحرية دايرة سحرية، و ابدأ اعمل واحد اتنين ارتفاع، واشتغل 12 غرزة نصف عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر واتناشر. بعد كده هقفل الدايرة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ أعمل منزلقة في أول سلاسل اللي أنا عملتها بالشكل ده. بعد كده هرتفع سلسلتين وهبدأ أشتغل واحد حشو واحد غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل في الغرزة اللي بعدها كده اهو زي ما انتوا شايفين. الغرزة التانية هبدأ اعمل فيها تزايد، وبعد كده اشتغل واحد والتانية اعمل فيها تزايد،
يعني غرزتين في نفس الغرزة، نصف عمود، بعد كده اشتغل واحد، وبعد كده تزايد، واحد، وبعد كده تزايد، واحد، بعد كده تزايد. يفترض ان الدور ده هيبقى 18 غرزة، والتانية تزايد زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نقفل في اول سلسلتين عملناهم زي ما انتوا شايفين. تعال نشد الدايرة بتاعتي، بعد كده هشتغل سلسلتين ارتفاع، واشتغل بعديها واحد، اتنين، وفي الغرزة التالتة اعمل تزايد. ده كل ده بغرزة النص عمود. بعد كده اشتغل واحد، اتنين، وبعد كده تزايد، واحد، اتنين، في الغرزة التالتة هيبقى فيها التزايد. تمام، لغاية ما نخلص الدور بتاعنا كده اهو بنفس الطريقة. خلصت الدور ده، بعد كده هقفل الشغل بتاعي واطلع سلسلتين ارتفاع، واشتغل واحد، واحد، اتنين، ثلاثة، والرابعة اعمل فيها تزايد. المفروض الدور ده على 36 تقريبا. واحد، اتنين، ثلاثة، والرابعة اعمل فيها، والرابعة اعمل فيها تزايد. واحد، اتنين، ثلاثة، والرابعة تزايد. الدور اللي بعد كده هبدأ أعمل 5 غرز نصف عمود، 4 غرز نصف عمود، وفي الخمسة تزايد. 4 نصف عمود، في الغرزة الخامسة هعمل فيها 2 نصف عمود، أي تزايد. خمسة اهي، نكمل الدور ده. الدور اللي بعد كده هنشتغل 5 حشو، في الستة هعمل تزايد. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، والستة اعمل فيها تزايد. الدور اللي بعد كده هبدأ اعمل 6 حشو، وفي السبعة تزايد، وده هيبقى اخر دور في ادوار التزايد بتاعتي. 3، 4، 5، 6، 7، وهكمل الدور بنفس الطريقة. 6 عمود بلف نصف عمود، وفي السبعة تزايد كده. وبعد ما خلص الدور بتاعي هبدأ بعد كده اعمل الديل بتاع الفصل بتاعي. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8،
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. طبعا بالطول اللي انتوا حابينه على الكتاب اللي انتوا عاوزينه. تمام، هكمل كده بالطول اللي انا عاوزاه واقول لكم الخطوة اللي بعدها. بعد ما خلصت الطول اللي انا عاوزاه للفصل بتاعي هبدأ اعمل الديل بتاعه. هيبقى عبارة عن ايه؟ هسيب 1 2 3 في الغرزة الثالثة دي، هبدأ اشتغل 1 2 3 عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها هيبقى فيها 3 عمود بلفة، الغرزة اللي بعدها 3 عمود بلفة. الغرزة اللي بعدها 3 عمود بلفة. الغرزة اللي بعدها 3 عمود بلفة. اللي بعدها برضو 3 عمود بلفة لجاية ما يتشكل معانا. شايفين هيبدأ يلف معانا الديل بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خلصت الديل بتاعي هبدأ اجيب اللون اللي هو اللبني، وهبدأ اشتغل على الغرز اللي انا عملتها دي، هشتغل غرز حشو على الغرز اللي انا عملتها. بالشكل ده علشان يبقى شكلها حلو، يعني يكسر اللون شوية. تمام بالشكل ده. هكملها بقى كلها وارجع لكم. اشتغل حشو بس، حشو وارجع كده. بيكون الشكل بتاع الديل بتاعي. هنبدأ اجيب بس الشكل بتاعي، وهبدأ اعمل الودن بتاعت مارد وشوشني. تقريبا هنا كده هبدأ اشتغل 1 2 3، واشتغل واحدة كمان واعمل سلسلتين ارتفاع، واعمل حشو، بعدين ادخل في الغرزة تاني. الغرزة اللي بعدها أبدأ أعمل حشو، أو في نفس الغرزة معلش، علشان بالشكل ده. دي الودن بتاعت الشخصية بتاعتنا. الودن نعمل نفس الحركة في الناحية التانية كده. وبعد ما اخلص الودن الاثنين هبدأ اجيب الخيط بتاعي عشان ابدأ اعمل العين، وهبدأ اشتغل
دايرة سحرية. واحد جواها 12 غرزة، 2 غرزة نصف عمود، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 11 12. بعد كده هشتغل في الدور اللي بعده، هشتغل حشو، بس هشتغل حشو واحد حشو وفي التانية تزايد، واحد حشو في التانية تزايد، حشو تزايد، وهكذا لغاية ما اخلص الدور. بعد كده نغير اللون الأزرق، بعد كده هغير اللون للون الأزرق، وهشتغل في الدور ده هشتغل 2 حشو تزايد، 2 3 1 2 والتالتة تزايد، واحد حشو، تانية حشو، والتالتة تزايد. وهكذا لغاية ما اخلص الدور ده. بعد ما خلصت الدور ده هبدأ اجيب اللون الابيض بتاعي وهشتغل ايه بقى، هشتغل 3 حشو، 1 اشتغل 1 2 انا قلت كم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبقى 3 حشو في الرابعة تزايد، واحد حشو، تاني حشو، والتالتة والرابعة تزايد. الدور اللي بعد كده هشتغل فيه 4 حشو وفي الخمسة تزايد، وهشتغل كمان بعديها دور هيبقى 5 حشو في 6 تزايد على ما اتذكر، يعني زي ما احنا ماشيين كده، 1 2 3 والرابعة هعمل فيها تزايد، يعني الدور ده لا الرابعة، شايفين المفروض اعمل 4 وفي الخمسة تزايد، تمام، 1 2 3 4 والخمسة هعمل فيها تزايد، وبعد كده الدور اللي بعده هعمل 5 حشو في التالتة وفي الستة تزايد. فهكمل بقى الأدوار دي بقى ونرجع مع بعض نشوف شكل الفاصل بتاعنا كده. بعد ما خلصت 3 أدوار ثبتهم في الراس بتاعتي، طبعا زي ما انتوا شايفين ان هنا انا قلبت الشغل وخيطته بحيث ممكن تحشوه من جوه بفايبر يبقى بارز بالشكل ده، تمام. بعد كده هبدأ اعمل مثلا
اللمسة الأخيرة اللي هي الإضاءة بتاعت العين، هتخليه شكله أحلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده اهو، نقص طبعا الخيط ده، وبكده بيكون مارد وشوشني الفاصل بتاع الكتاب جاهز. ويا رب يكون عجبكم ويكون سهل وبسيط بالنسبة لكم وتقدروا تنفذوه، واول ما تنفذوه بعتولي على البيتش بتاعتي علشان انشر تطبيقاتكم، لان من زمان خالص ما نشرتش تطبيقات. ف لو عجبكم برضو ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ويلا اشوفكم بقى في فيديوهات قادمة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.